دقيقة الصمت. انتبه لا يجي ما معها. ايوه ايوه بو. يلا يا شباب باقي دقيقة. يا سلام اشكركم شكر الجزيل. اوب 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 اوف انصر واخر راسك واخر راسك. لا 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 تقرب لا تقرب. ثلاثين ثانية يا شباب. النظافة يا شباب النظافة 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 صح يا عبد العزيز الأسلمي اشتغل بتعب وجهد. يا سلام النظافة 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 هذه هذه النظافة الملح والزيت رده مكانه صح صح يا عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيز الأسلمي عبد العزيز الأسلمي 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 نواف منصور ياخذ منه ويحط منه نواف منصور ياخذ منه ويحط منه يا عبد العزيز. أوب 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 رجع 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 على طاولتك انا معليش ليش هذا خويك. لا لا والله هذا حقاتهم بعد شفت خلاص شلها يا حقاتهم والله بيت حقاتهم اي ادري ادري شفت 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 النظافه عندهم كيف خلص الوقت خلص الوقت خلاص عاد جيب الطبخه خلها لا عاد جيبها انت الوقت نزل يديك نزل خلاص خلاص يلا لا عاد جيبونا خلاص خلاص ما قيمها انت الوقت تكفي ابو طاحون انت الوقت تكفي ابو طاحون معليش والله معليش خلاص جيبوه يلا. هذا الحين خلاص خلاص يلا والله لو من الود ودي اذا انت خلاص يا سلام شوفوا بالله يا كنترول عطوا الكاميرا قبل يروح الشغل العفوي اللي هنا شوف وخر وخر هنا وخر وخر كذا معليش ايوه شوفوا شوفوا كيف يشتغل شوفوا كيف يشتغل بذمه وضمير شوفوا كيف ينظف الطاوله شوفوا انا اشكر اشكر اوه خلاص انتوا الفايزين خلاص صراحه انتوا الفايزين جيب ملعقه عزوز اعطوني ملعقه يا اخوي يا حبي اوه يمه شرب العظم هو بس نزل شغل هذا ريال بلوي شغله زين هذا طبخ ريال بلوي ويا عبد العزيز الاسلمي مع الريال وعز شغلهم زين بس فيهم طفاقه طفاقه شوفوا كبوا البيبس وعجله فيهم عجله ما هو بالبيبس هذه ما نعرفها هذا غازيات الواقع الله شكرا لك لا لا واحد يشبه ترصيله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم في هنا عزوز يا اخوي ما اعرف اكل ذا الشوكه يا ريدي انا سلطان لا احد يحرك شو شو بينهم دلع في اي بي دلع في اي بي وين في اي بي الله يهديك الصوص يسمعون به الصوص مو وين قلب دو قلب دو صوص انت يسمعون به عشان فزنا عليكم شوف شوف لا تقعد تضغط على رشيد بالتصاريح لا كل بدالي وكل هاي طبخة من بالله هاي عقد ريان انا اشكره ايش دعوه بسم الله الطبخة دي مدري كيف شوي شوي لا تغص بسم الله عليك لا والله انكم مبدعين انت مبدع دقيقة عيال رشيد ها ريان احترق بسم الله عليك احترق خسراني احترق لا خسراني احترق والله اوه اه يا صوت طلع ضو ضو نار معلمتوني معلمتوني لا تحلف والله لا تحلف تدري شو مزينه الصحيح الصوص بس حقتنا الطبيعيه اللي يسوونها امهاتنا رشيد حلقه المطبخ انا اللجنه ولا انتم؟ انت رشيد عندي سؤال ممكن هو غير حلف ذلنا انا اول من الذنب عندي سؤال ممكن رشيد ويقول حقتهم احلام يقول والله مقدم المبدع رشيد سب سؤال سب اسال فقره المطبخ الجايه سبت ما عاد فيه جمعه ما فيه ما عاد فيه خلاص السبت هل اليوم اخر يوم ولا لا 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 تصريح من رشيد طاحوس ولا باخر يوم احنا مواصلين معكم الى نهايه البرنامج حلو والله ضلعي الى الان والله اني ما اعلم الى الان ما اعطوني خبر و الود ودنا احنا ما نفارقكم
وصراحة لا ما حبيت ما حبيت يا عبد العزيز والله انا حركت لسان والله انت تصرف كذا يعني بسم الله عليك بعد حي الله هذا اعطانا وجه وتمادى الليل اعطانا وجه المقطع عندي لا 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 ولا كلمه ولا كلمه ولا كلمه ولا كلمه يودي وراك اوكي طيب يلا وراح وراك اخو محمد هذه اتفاقيه لا 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 تكفر شيء لا 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 اتفاقيه والله العظيم ما هي اتفاقيه احلف بالله تحت له واسمعك تقول له اطلع وركب الشرب اصورك هو غبي يعني اقول طب النار طب النار صح ولا لا طب النار طب النار ها 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 بما ها انك يعني جبت العيد خلاص انا بقص اشتر المقطع اشتر هذا طال عمرك رشيد قبل شيء جاني قال لي اطلع برا راح السياره بصور ظهر الحق وراح صورني ظهر الحق يبي عشان يستبعدوني بس احنا انت غبي انت غبي إيه؟ انت غبي انت الحين بينت الجمهور انك غبي يعني اي واحد يجيك يقول طب النار طبه لا يبي يعاونك لا 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 يعاونك عشان اجي يعاون لي على ضر له ما يصير هذا غبي يصير يا الربع ترى ما في شين وهذا المقطع كله فبركه وفوتشوب بنزله تويتر انتظروني بس طيب ليش شكيت بعمرك تدري انه ما وراني شيء وراني اياه الاعداد مصور الاعداد ومريني اياه شفت كيف تطرحه يا اخي ذكي انت فيك ذكاء العالم والله ابكي يا رجال وراني مقطع الاعداد بالكنترول مصور يقول شف شف وانا قمت اسوق على ذا اشهد انك ذكي خلاص المتى يبيع البير بردت يبيع البير ما يروح على سلاقي ايش تاخذ انت يلا يلا يا رشيد انا اتحداك تنزل المقطع تويتر اليوم والله اتحداك لا 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 اتحداك وش ايش اتحداك لا لا احنا ما يود انا اشتري لك مقطع لا لا بيشتري لو انك ثقه لو انك ثقه ما تكلم بيشتري ثق في نفسك اشتري منه بيشتري كم السوم ابشر طال عمرك شكرا جيت اوامر من فوق لا والله قالوا ارسل مقطع لنا الان قلت ابشر يلا من تب من اللي بيفوز عنا نفوز انت افوز والله كلنا فريقين يا طبختنا احلى انصاف بالحق يا حبيبي في مقيم روح هناك روح هناك هو صاد وش التعدي يا اخوي لا عاد تعدى علينا يا اخوي انت اتعلم النجم المميز انت ما بتعدى اول ما بسكتني قبيت تقول كل كل قيم لا لا تقول تبكبك عندي لا اعطيك بالعقال لا بصوتك مسطع على عقلي روح هناك ادرب خلاص طبعا الكيل وانا كومنت بعدكم كم رشيد لا ما انفخ كم روحنا رشيد وجع رشيد اخوك رشيد هلا قال قال هلا لا لا رشيد 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 يا عيال استبعدوه استبعاد من البرنامج رشيد هذا انا اسمعك لا ملخ قوم انت هناك يقول ملخ اسمع علومك ارحب خلاص تراني كمل الفيلم كمله كمل الفيلم روح يمكن من اليوم عيني ما اشوفه كمله معليش قوم 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 ادرك بعدين تمشي يلا يلا الصلاه صاد قوموا كم تبي شبه فوزك مقابل اني اشيل مقطع خلاص قدام يلا فوزك وانزل مقطع نزل مقطع قديم يلا انا فايز اصلا راح صوتي احلى ان شاء الله لفوزك راح